حول شباب، احنا طلاب كلية الطب جامعة بغداد، حبينا نسوي احصائية حتى نعرف بيها مدى رغبة الطلاب دخول كلية الطب لو لا اذا رجع بيهم الزمن. خلينا نشوف اجاباتهم. لو رجع بيكي الزمن تدرسي الطب؟ اي ادرس. ليش؟ احبه. انتي همينه؟ اي ادرس، انا احبه. اعتقد اي. ليش؟ بالنسبة لي يعني يمكن هذا احسن اختيار، وانا يعني حاب البرانش اللي يعني الفيلد اللي يعني دا ادرسه اكيد الطب انا حابه يعني، فما عندي مشكله يعني، واني ما نادم يعني انه انساني بالطب طبعا، ويمكن هو كان حلمي من الطفوله، جزء عوبي اهلنا هذا الحلم، بس يعني هو بقى يعني انا اعتز به. نعم لو ارجع بيها الزمن اعيد الكره. زين ليش؟ يعني انا مفتخر بكوني طالب طبيه، الدراسه يعني شيء مهم بحياتي، احب الدراسه يعني. لا والله ما ادرس. اي ليش؟ لأنه يعني طموحي من أنا صغيرة. أنا أكلت السؤال صراحة. شو ترى الهندسة؟ تعلموا عن الدخل الطب يعني لا يرجع دخل الهندسة يعني انتويت من عنده مثل ما يقول. أي لأنه يعني هو الفاميلي بروفيشن مالتي يعني يعني it runs in the family، فلازم يعني يعني هو من أنا صغيرة اشتري دخل. شكرا. لا حياتي. ليش حياتي؟ والله ما احبه. ليش دخلت وشنو اللي ببالك لو تقدر تروح؟ والله وانا دخلت على مود اسافر بعدين عاده لا اكثر ولا اقل، يعني ماكو غير خيار. اي انا عندي هندسه معماريه اعلى. شكرا. حياتي. ابد. ليش؟ لانه بالنسبه لمجتمعنا بالعراق احسن شيء انه الطب، ثاني شيء كاول شيء الطب مهنه انسانيه يعني نهايه المطاف يعني انه الدنيا هاي صغيره يعني أول تالي يعني إحنا رايحين الدار الآخر، فما صور أكو أحد يصلح له فرصة إنه يساعد الناس زين ويكون ضمن هالفيلد ويقول لا، فأنا أقول أكيد. ليش؟ لأنه هو المكان الوحيد اللي أشوف نفسي بيه. أدرس طب ومرة ثانية أرجع بيها وأختار طب بغداد وأرجع طب بغداد وأضل طب بغداد. ليش؟ أحسن كلية. إي أكيد. ليش؟ لأنه هذا حلم حياتي. للأسف نعم. لأنه ما أحب غير شيء. أي نعم. ليش؟ على الطب ضلع الطب. أنا أعوف كل عقلك أموت على ربك. أمين لو يرجع بيك الزمن تدرس طب؟ أي بلي أرجع. ليش؟ ما بتندم عليها، مكان اجتماعية حلوة صعبة أوكي، بس ما بتندم عليها بس. يعني لو رجعت بس. أي بلي. عشتي لك. أي مع الأسف. ليش؟ ما أدري لأن أحبها. أوكي. أي طبعا. ليش؟ يعني أحبها. عبودي لو رجع بك الزمن تتصل؟ لا. ليش؟ كان هسه انا لو في لي عادي 4 سنوات كان هسه متخرج ومتزوج. اكيد اكيد لا. زين شنو بالك غير طب؟ كان اسنان او صيدله. شكرا. نعم والله انا رغبتي بالهذا بالدنيا صرت طبيب. ماكو غير مستقبل الامور والله. ليش لا؟ لا ليش دخلت؟ والله أبوي. أبوك هو اللي خلاك تدخل؟ أبوي اللي زين لو لك اختيار كان شو اختارت غير طب؟ هندسة معماري. شو معنى؟ هندسة ميكانيك. شو معنى؟ هندسة برمجيات. شو معنى؟ بالهندسة طبعا. لا زين لو عندك غير خيار تدرس غير طب مثلا ايش تدرس؟ والله يعني صحيح انا اكره الكيمياء وهاي سوالف ايد، بس شدك داخل هيك شوي. ادرس شو اسمه؟ صيدله والله. اكيد. اي تدرس طب؟ تشيل عيد وارجع تدرس. هاي انت تدرس طب؟ فلوس عمي. سالي لو يرجع بيك الزمن تدرس طب؟ ليش؟ كابتن سعد لو رجع بيك الزمن تدرس طب؟ والله ما احب غير الطب انا. ايش معنى؟ يعني شيء مميز. زين واذا فات شيء غير الطب شو تختار؟ غير الطب؟ اختار اداره. اداره اقتصاد؟ اداره اعمال. يعني هم لها علاقه بالتجاره احب هالشيء. فلوس؟ ماني هو كل مجال اذا ماكو ماني طبعا انت ما مسلك واسع. اي ادرس. ليش؟ لان يعني فتشي حلو بي شلون انت هيك شلون تقرا وتشوف قبالك وشلون تطبقه وشي شلون تصير كونتاكت ويا المرضى وشي انه فتشي انه هم يساعد غيرك وهاي يعني اكثر من غير برانشات انه ما تقدر انه يصير عندك هاي الكونتاكت ويا المرضى. اي ليش؟ خوش فلوس. ادرس ليش؟ احب الطب. اذا مو بالعراق ادرس، بس اذا بالعراق ما ادرس. شو اللي كان اذا بالعراق تدرس؟ صو علوم بايو. حسنيا سؤال لو رجع بك الزمن تدرس طب؟ لا طبعا. اي ان شاء الله طبعا. ليش؟ لانني اصلا رايتها من قبل وهي يعني هذا هدفي اصلا كان يعني. تبارك لو رجع بك الزمن تدرس طب؟ لا. يعني ليش اخذتها؟ والله تقدر تقول اغراء
من غراك هو الطب يعني غراك شيء هذا سوى مره يعني زين ايش تدرس اذا يرجع لك مهندس مهندس وصير يعني استاذ جامعه عشتي دخلت كل عشتي لك اي ليش؟ لاني احب الطب علاوي ارجع بك زي ما ليش؟ لانه انا احب الطب. اي ليش؟ لانه انا معروف باتخاذ القرارات الغبيه وراح ارجع اتخذ نفس القرار الغبي مره ثانيه وثالثه ويجوز هم. لا يرجع بك زي ما تدرس طب؟ لا ليش؟ لانني اصلا ما هدأ. لا شو كنت دخلت؟ يعني هو المعدل وهيك زين لو عندك غير خيار شنو تدخلي غير الطب؟ بعد ربك لا مو نفسي انت نفس الحاله يرجع بك زي ما تدرس طب؟ طبعا ليش سنتين معهد قاعد بالبيت مرتاح اكيد ليش يعني مهنه حلوه ليش اسم لو رجع بيش اسم ادرس انطر ايش معنى قاعد تحبي نفس السؤال ايه انت لو رجع بيش اسم ترتدرس طبعا طبعا لا ليش إذا أطلق بيه لو لا؟ إي طبعاً ما ليش؟ عشان شو تفوت؟ صيدلة أسنان التربية الرياضية ولا طبية؟ طبعاً ليش؟ ما أدري المهنة أنا أحبها يعني الصراحة يعني عجبني أساعد العالم وهاي فكرتي عن الطب أصلاً دخلت أنا بهذا الشيء لا ليش؟ أبداً ليش؟ إزعاج لا ليش؟ ليش دخلتي؟ إيه أكيد بعد اختاريته لا ليه واي مبين والله واي 6 سنين وبعدين دوخت راس وهذا يعني جزء قدم أسنان أسنان حلوة صيدلة بفلوس خوش تفكير طبعا نفس السؤال لك شنو هو لا رجع بك زي ما تدرس طبعا لا ليش يعني شنو هو شنو خيار خيار عندك خيار غيره يعني هاي الخيارات شغل كتير بس انت ركز افتحي اشتغل مهندس علاوي سؤال لو رجع بيك الزمن تدرس طب؟ ادرس طب ايه ليش؟ لانه ما اتوقع اشوف نفسي بغير مجال والشغله الثانيه انه يعني حتى لو من حتى رجع نفس الشيء راح يبقى نفس التفكير مالتك فاكيد ادرس طب حلو عشت ايدك شكرا تدرس طب؟ والله اذا ما كان عندي انزلاق فاروح اسنان ما اجي هنا تروح اسنان يعني؟ ايه وانت زي ودي؟ شنو لو رجع بيك الزمن تدرس طب؟ طبعا ليش؟ لان انا طالب متابع ما شاء الله عليك ابو نار تدرس طب؟ ليش؟ ما احب الطب يا صاحبي لا عشان تفوت هندسه شنو؟ الكترونيك حاسبات سيد يا بلد تعموري عيني لو ترجع بك الزمن تدرس طب؟ والله بتمنى يعني لا؟ ايه ليش؟ ما يصير ايش تدرس العاد؟ ادرس علوم حاسبات ايش معنى؟ لانه هو مجرد انت جعفر؟ لا ليش؟ ما احلى عشان كلها صوت ابوي لا عشان كيف بدت؟ كلها عموري كلها صوت امي يلا شكرا شباب لا اي اكيد ادرس لانه مهنه جميله وكانت حلمي من الصغار وانا احبها هذا wearing the white coat فشي يعني كان حلمي من الصغار حلو نفس السؤال لك صور لا ليش؟ يعني ما ادري يمكن مو قد الحلم افكر الشيء كاهتمام هندسه حاسبات افضل حلو اكيد ليش؟ حلمي من انا صغير ببساطه يعني دائما احلم اصير طبيب الحمد لله وصلت ابقى شيء لا سؤال واحد لو رجع بيش زمان تدرس طب؟ لا 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 ارجع عندك حقيقة احنا بعد المذلة اللي مذليناها وبعد التعب اللي تعبناه وشفناه فشي اكيد اذا يرجع بينا الزمن يعني همين ادخل طب اي ليش لانه اول شيء انه واحد طبيب فالعالم يقولون هذا طبيب وثاني اذا هو يحب الطب بالاخير من يكمل كلية راح يطلع طبيب فتالي بعدين الطبيب من يطلع طبيب يعني هو يصير متخرج وراها يقدر يتخصص يصير طبيب اختصاص فإذا تجين بالأخير يعني تجي بالأخير همينة هو يعني طبيب بالنسبة لي إيه؟ ليش؟ يعني هواي أسباب أول شيء بالنسبة لي إذا بقي هنا فأنا أكيد راح أختار طب هذا رقم واحد رقم اثنين إنه شفته أوكي إنه مجال حلو مجال شوية يعني إنه interesting إنه يعني هو بيشغلات تخلي الواحد يشغل دماغه إيه
طبعاً ماكو غير اوبشن هنا. طبعا لا 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 ليش انت مو صف اول؟ ايوه الساعه ما اسهل والله هاي مثل دي. زين لو عندكم غير خيار غير الطبيه شنو اللي كان ممكن تكون؟ طب اسنان اسنان يا ليش؟ ما ادري يمكن صيدله انت يمكن ايه يمكن لا بس يقنعوني اهلي اي ليش؟ اكو احسن من الطبيه؟ يعني تحبه؟ اي ليش؟ تحبه؟ لو يرجع بك الزمن تدرس طب؟ مستحيل ليش؟ متندم كلش دخولي متندم قد جاع راسي قد جاع راسي كلش متندم صعبه و انا صعبه كلش ما تحملت لو تقدر تدرس ترجع تدرس طيب؟ لا احنا اي خلينا نرجع شباب يلا نرجع ندرس طيب تدرس طيب نو كومنت نو كومنت احلى شيء ما كان الطبيه احلى شيء تدرس طيب لو رجع بك الزمن شكرا